يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة بالذات تحب الثناء والمدح، فهل هذا من الشرك حتى لو طلبت المدح من زوجها مثلا؟ نعم، يهوى الثناء مقصر ومبرز، حب الثناء طبيعة الإنسان، أكون الإنسان يحب الثناء هذه طبيعة الإنسان مجبول عليها، لكن ما يرضى لها ويغضب لها. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا اسمي عبود ويمكن، هل أحد منكم يحب أنه يذم ويسب؟ ما أظن أحد، كل يحب أنه يمدح ويثنى عليه، هذا ما يضر إذا كان ما يحب ما يبغض ويوالي ويعادي عليه. نعم.